السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم من عيش طبيعية. سعيدة بلقياكم مرة أخرى في فيديو جديد بإذن الله. يربي يلقاكم على أحسن الأحوال، ودائما دائما كنستمتعوا بعضنا في رحلة التغيير بإذن الله. اليوم أقترح لكم حساء الذرة الذي يسخن والذي نحتاجه في هذه الآونة بإذن الله. حساء بسيط ولكنه جد جد مغذي. عندي هنا يا سميد الذرة البيضاء، يعني سواء كانت ذرة بيضاء بلدية أو صفراء بلدية. عندي هنا يا سميد هنا مع طحين كتبقى هي السميد الرقيق. اخذت يعني كميه من الذره، من سميد الذره، ونقعتها في الماء كما تلاحظون، لان الذره البلديه تاخذ شيئا من الوقت في الطهي، ولكي يعني اسرع الطهي سهل الهضم. منقوعه منذ 4 ساعات تقريبا. في قدرة الطحين عندي ماء غليان، سنقوم بإضافة السميد المنقوع جوج على حسب الكمية التي تريدون. نضيف قليل من زيت الزيتون، ونتركها تطهى على نار هادئة، ومن حين إلى آخر نقلب لكي لا تلتصق في قعر القدرة. بعد ما طهى الحساء ديالنا كما تلاحظون، يعني حساء يطلق نوع من الخيط أبيض، لاحظوا، وتصبح سميد الذرة ناعمة جدا. الآن بعد نضجها تماما، يعني استغرقت حوالي ساعة ونصف، سأضيف الملح بلدي، وسنضيف المنسمات. كل هذا خارج النار الآن بعد أن انتهيت من طهيها. لاحظوا تصبح هذا هو القوام. الآن عندي هنا المنسمات كما تلاحظون. هنا عندي فليون، نوع من النعناع البري مجفف، هو المتوفر عندي. إذا كان المتوفر عندكم فليو الطري الأخضر، يعني تعملون حزمة تقريبا حين يكون أخضر لا مشكل، ولكن تعلمون بأنه حين يكون مجفف يكون مركز. هنا عندي منتا، كذلك نوع من النعناع البري. يعني سبحان الله، هذه المنسمات هذه وهذه الأعشاب البرية تنسم بشكل جيد الذرة. سنأخذ الكمية من ونحكها. نفس الشيء منتا، ترون بأني عملت كمية قليلة لأنها مذاقها جد جد قوي. كمية قليلة منها تحيب الغرض. نتركها منقوعة يعني حوالي 15 دقيقة، وبعدها نمر إلى التقديم. بعد ما وجد الحساء ديالنا، ما شاء الله قوامها رائع، يصلح يعني الأطفال الصغار، الرضع، حين نبدأ يعني نعطيهم الأكل. عندي هنا كما تلاحظون عندي السمنة البلدي، يعني الزبدة البلدية المخمرة، أكثر من سنة وضعها يعني خارج النار. عندي هنا الكيلة، يعني كتبقى اختيارية، يعني هذه من المواد اللي كانت كتستعمل للتنسيم، خاصة اللي عنده أطفال، يعني كنعملها للأطفال ديالي بهذا الشكل. هذا كتعطي واحد المذاق رائع، يعني فقط كمية بسيطة للتنسيم ولا تتعارض معها، كتعطي واحد المذاق يعني محمد رائع. كان هذا حساء الذرة البلدية الذي يسخن، نسمناه كذلك بأعشاب تسخن، فليو ومنتا، وأعطيناه قيمة غذائية إضافية بالسمن كما تلاحظون، يعني الزبدة البلدية المخمرة التي يسخن أيضا، وأعطيناه كذلك مذاق. يبقى اختياري بالكليلة، الجبن البلدي من الحليب المخمر سواء الماعز أو البقر، يعني مفيد جدا للأطفال، يعني فقط كمية بسيطة تنسم وتعطي كذلك قيمة إضافية للحساء. نشكركم على المتابعة، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله. لا تنسوا شعارنا دائما على التغيير، دائما لنعيش طبيعيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.